Tamam. Tamam. الساعة 12 الدقايق رح نبلش. السكليتال ماسل ريلاكسنتس إلهم أكثر من استخدامات كلينيكالي. استخداماتهم بتكون تعتمد على نوع السكليتال ماسل ريلاكسنتس المستخدم والبيربس، إنه ليه إحنا بدنا نستخدم هدول السكليتال ماسل ريلاكسنتس. فإذا بدنا نحكي عنهم بداية لازم نعرف شو هم السب جروبس للسكيليتال ماسل ريلاكسنس. بيتقسموا انتو تو مين جروبس على حسب الـ sites of action and their mechanism of action. الجروب الأولى اللي هي neuromuscular blockers والجروب الثانية بسموها spasmolytics. هلأ الـ neuromuscular blockers اللي اليوم رح نحكي عنهم بيتقسموا برضو انتو تو سب جروبس، خلينا نسميهم بناء على الميكانيزم اوف اكشن. بقسموهم ل نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز اند ديبولارايزنج ايجنتس اور ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز اند نون ديبولارايزنج نيوروماسكولار بلوكرز. بيتقسموا اكوردنج تو ذير ديوريشن اوف اكشن انتو لونج اكتنج اند انترميديت اكتنج، وايل الديبولارايزنج ايجنت بس عندنا ايجنت واحد موجود كلينيكالي اللي هو ساكسنيل كولين. بالنسبه للسبازموليتكس بيتقسموا according to their clinical use، سواء كنت بستخدمهم acutely أو for chronic use. والchronic use medication بيتقسموا according to their sites of action، هل هم بيشتغلوا centrally على الـ CNS أو directly to the muscle. أوكي، فبداية تصنيفات السكليتال ماسل ريلاكسنتس بتخلي استخداماتهم مختلفة. ففي عنا two groups اللي هم neuromuscular blockers and spasmolytic agent. قبل ما نفوت بالميكانيزم of action ونشوف ال neuromuscular normal mechanism or action potential، خلينا نحكي عن ال specific medical terms. معلش شوي تحملوني. اوكي، نكمل نحكي عن الميديكال تيرمز اللي لازم نكون نفهمهم وعشان نقدر نسهل على حالنا اي كونسبت لقدام رح نحكي. اول كونسبت نحكي عنه اسمه ديبولارايزنج بلوكيت او ديبولارايزنج بلوكر. هو بيعبر عن الميكانيزم اوف اكشن، كيف بيشتغلوا هذول الايجنتس. فديبولارايزنج بلوكيت بيتعرف as neuromuscular paralysis that results from persistent depolarizing of the end plate اللي هو mainly succinyl choline.
هلا في ترم تاني برضو رح يمرق علينا، طبعا هاي كل هالاشياء رح تتوضح بسلايدات منفصله according to their mechanism of action. الترم التاني اللي هو desensitization، هو واحد من الفيزز اللي بيشتغل عليهم السكسن الكولين او بما معناه depolarizing agent، فهو يعتبر a phase of a blockade by a depolarizing blocker during which the end plate repolarizes but is less than normally responsive to agonist، ورح نوضحها اكثر كمان شوي. ميديكال تيرم الثالث اللي هو بيسموه المالجنانت هايبرثيرميا. هايبرثيرميا يعني ارتفاع بدرجة الحرارة، الفيفر بتكون كتير عالية. مالجنانت اللي هي بتعبر عن اشي uncontrolled، خلينا نحكي طبعا هاي ميديكال تيرم بنلاقيها مع استخدام النيورومسكولر بلوكينج ايجنت in combination with the specific anesthetic agent، okay، بالعمليات especially مع depolarizing agent، فبتتعرف as hyperthermia that result from massive release of calcium from the sarcoplasmic reticulum that will lead to uncontrolled contraction and stimulation of metabolism in skeletal muscle. طبعا الشخص بيكون يعني ممكن يوصل لمرحلة الكوما و loss of consciousness لما يوصل لمرحلة malignant hyperthermia، برضو رح نحكي عنها بالdrug-drug interaction. الترم اللي بعد هيك اللي نحكي عنه اللي هو بيحكي لي عن non-depolarizing blocker، برضو بتعبر لي عن mechanism of action لواحد من neuromuscular agents. هو عبارة عن neuromuscular paralysis that results from pharmacological antagonism of the acetylcholine receptor على site of action المخصص للaction of neuromuscular blocking agents اللي هو ال end plate or motor end plate sites. The spasmolytic هم عبارة عن medications that reduce the muscle tone لspasm بدون ما تعمل عندي paralysis، تمام؟ بدون ما تعمل عندي paralysis. Stabilizing blockade هو نفسه non-polarizing blockade. هدول الترمز كتعريف مطلوبين منكم، ورح وتوضيحات وشرح أكثر رح نحكيهم مع السلايدات اللي جاي. بداية عشان نفهم الميكانيزم of action للneuromuscular blocking agent لازم نعمل quick revision أو نتطرق لموضوع normal neuromuscular function، كيف بيشتغل أو كيف بيصير في عندي المسل تون وكيف بيمشي عندي الأكشن بوتنشال. هلا الميكانيزم اوف النيورومسكولار ترانسميشن بالموتور اند بليت السيميلر للبري جانجليونيك كولينرجيك نيرف اللي أخذتوها برضه بفارما 1. كثير ذكرنا فارما 1 سبيشال بالترانسميشن لأنه نذكر بشكل كثير كبير بالأوتونوميك سيستم. خلينا نشرح كيف بيصير في عندي الستيميليشن أو كيف بيصير في عندي حركة للمسلز والمسل تون كيف ممكن إن هي تصير. هذا الجزء من بنسميه الموتور نيرف تيرمينال، تمام؟ موتور نيرف تيرمينال أو موتور نيورونز بيوصل لعنده الأكشن بوتنشال، بيوصل الاكشن بوتنشال. لما يوصل الاكشن بوتنشال لاخره للتيرمينال رح بيصير في عندي تحفيز للانفلكس اوف وات اوف كالسيوم، والكالسيوم كتير مهمه عشان يصير في عندي ريليزنج للنيورو ترانسميتر. النيورو ترانسميتر المهمه بعمليه المسل كونتراكشن هو الاسيتايل كولين. هلا الاسيتايل كولين it will be released from the motor neuron to the هاي الاريا بنسميها synaptic cleft، تمام؟ synaptic cleft. فبصير في عندي هون releasing للأسيتايل كولين ورح تدور لها على ريسبتور. شو نوع الريسبتور اللي رح ترتبط فيه الأسيتايل كولين؟ شو نوع الريسبتور؟ شو اسمه؟ رامي؟ أنا ما شفت مين رفع أول، يعني رامي دكتورة. نيكوتينيك ريسبتور NM. يس، نيكوتينيك ماسكرينيك ريسبتور، تمام. هلا الماسكرينيك ريسبتور شوفوا على هذا السلايد بيكون أوضح.
هذا الفجر بيعبر لي عن النيكوتينيك مسكارينيك ريسبتور. هو مكون من سابيونتس، عندي 2 الفا سابيونت، هي الفا الفا، عندي البيتا والجاما والدلتا. هلا بيكون في عندي سايت سبيسيفيك سايت للاسيتايد كولين يرتبطوا عليهم، بنسميهم البايندينج باكيت سايتس او البايندينج سايتس. هذول السايتس وين موجودين؟ ما بين الالفا والدلتا، ما بين البيتا اند الالفا. هلا البايندينج اوف اسيتايل كولين للماسكارينيك ريسبتور ايش راح يحفز عندي؟ مجموعه من الـ من الـ من الرياكشنز، خلينا نحكي، او من الباسنج اوف الكترولايت راح يفوت داخل الاند بليت صوديوم، وراح يطلع عندي البوتاسيوم. طبعا الصوديوم راح يفوت مع الكالسيوم، فدخول الصوديوم لجوا راح يحفز عندي البروبوجيشن اوف ذا اكشن بوتنشال، وبالتالي راح بيصير في عندي المسل كونتراكشن اللي انا بدي اياه. فاذا بدنا نرجع نطبقها على الجزء الثاني من السينابس اللي هو بنسميه الموتور اند بليت، هذا الجزء بيرتبط عندي الاسيتايل كولين مع النيكوتينيك مسكارينيك ريسبتور، وبيفوت عندي الصوديوم لجوا والبوتاسيوم بيطلع لبرا، وبالتالي بيصير في عندي بروبوجيشن للاكشن بوتنشال. هلا كميه الاسيتايل كولين اللي بتكون موجوده بالسينابتيك كليفت، العلاقه ما بينها وما بين الاكشن بوتنشال علاقه بروبورشنال. شو يعني؟ يعني علاقه طرديه. كل ما كانت كميه الاسيتايل كولين كبيره، كل ما كان في عندي بروبوجيشن لاكشن بوتنشال بكميه اكبر، وتحريك للمسلز والمسل فايبر بشكل اكبر، والريسبونس والريفلكسز رح تكون من الشخص اللي عم بتصير فيه هذا الاكشن بوتنشال رح بيكون اكبر. واذا كانت بالعكس كميه الاسيتايل كولين كميتها قليله، فبالتالي ممكن تكون قليله لدرجه انه الاكشن بوتنشال اصلا كله ما ينتقل عن طريق المسل فايبر والمسل نيورونز. فعمليه الكونتراكشن it is proportional with the amount of acetyl choline that is found in the synaptic cleft. صوديوم وبوتاسيوم. طبعا الموفمنت اوف صوديوم اند بوتاسيوم ثرو ذا شانل، هاي بنسميها البروسيس ديبولاريزيشن بروسيس اور جريدد ديبولاريزيشن اوف ذا اند بليت ميمبرين. فعمليه الديبولاريزيشن هي اللي بتعمل عندي الكونتراكشن. هذا السلايد برضو حكينا عنه انه change in voltage هو بيعطيني الاكشن بوتنشال، وكميه الاسيتايل كولين directly proportional للكونتراكشن اللي ممكن هو يصير عندي. طبعا الاسيتايل كولين duration of action لإله very short، تمام very short. ليه؟ لانه هو highly susceptible للانزيماتيك destruction بشكل كثير كبير، استريز انزيم سواء بالليفر او بالبلازما. وبرضه من الميثود اللي ممكن يصير في عندي elimination للاستايل كولين عن طريق الديفيوجن out of the motor and the plate او to the extra cellular compartment. طيب هلا نحكي عن المديكيشنز كاستخدامات. النيورومسكولار بلوكينج ايجنتس نستخدمهم ممكن بالاي سي يو لما بدهم يركبوا للمريض الاندوتراكيال تيوب اللي بيساعد على التنفس، بتساعد بالفنتيليشن، ممكن نستخدمها بالعمليات as adjunctive treatment to general anesthesia. هدول هم الميجر يوزز للنيوروماسكولار بلوكينج ايجنت. وال سبازموليتيك جروب او سبازموليتيك ايجنت يستخدموا فور كرونيك باك بين كنترول، او اي pain موجود او بسبب السكليتال مسل organ، خلينا نحكي، اللي ممكن يكون فيها changes بالsensation للpain عن طريق spinal cord والbrain، كونهم هم بيشتغلوا centrally، تمام؟ كونهم بيشتغلوا centrally. في عندي agent هيك هو يعتبر من الاسبازموليتيك ايجنت اسمه دانترولين،
هو mainly يستخدم بالpatients اللي بيكون عندهم complications نتيجة استخدام neuromuscular blocking agent مع الأناستيتيك agent، وبينتج عنه المالignant hyperthermia اللي حكينا عنها بالterms، وتفاصيل أكثر رح نحكي عنها إن شاء الله المحاضرة الجاية. هلا نحكي عن أول جروب من المسل ريلاكسنتس اللي هم neuromuscular blockers. blockers يعني هم بيعملوا عندي بلوك للأستايلكولين أكشن، سواء هم بيعملوا عندي بلوكينج للريسبتور نفسه اللي هو النيكوتينيك ريسبتور، أو الأكشن بشكل indirect، مش ضروري يعملوا لي بلوك للريسبتور بطرق معينة، ممكن يصير في عندي interference with the acetylcholine action. طبعا هم يعتبروا competitive blocking drugs, competitive agents. They are selectively bind to the nicotinic receptor اللي موجودة بالneuromuscular junction. فهم تقريبا يعني كنا نعتبرهم بالجرعات المعتادة والمستخدمة هم highly selective، فبيعرفوا لوين يروحوا للneuromuscular junction، بيعطيني therapeutic effect من خلالهم. هلا اكيد في عندي نيكوتينيك ريسبتور موجودين elsewhere باماكن ثانيه بال very high doses ممكن ان هم يشتغلوا عليهم. هلا من الخصائص للنيوروماسكولار بلوكينج ايجنت ان هم عباره عن كواترنالي، فيهم كواترنالي نيتروجين وحده او تنتين، يعني فيهم positive charge، ولما يكون الكومباوند هو عباره عن positive charge معناته هو polar medication، وهذا المديكيشن مش بالسهولة ممكن هو يفوت على السنترال نيرفس سيستم، فعشان هيك هم ما إلهم direct effect centrally، بلس إنه route of administration لإلهم عبارة عن parenteral route of administration not orally عشان ال positive charge، لأنه they are poorly lipid soluble. هلا النيوروماسكولار بلوكينج ايجنت بيتقسموا انتو تو سب جروب زي ما حكينا اكوردنج تو ذير ميكانيزم اوف اكشن، بيتقسموا لا دي بولارايزنج ايجنت اند نون دي بولارايزنج ايجنت. دي بولارايزنج ايجنت يعني هو عم بحفز عندي الدي بولارايزيشن، عم بحفز عندي دي بولارايزيشن. اما النون دي بولارايزنج ايجنت او بلوكرز هدول ايش بيعملوا عندي؟ بلوك للدي بولارايزيشن. قبل ما نفوت بتفاصيل الميكانيزم اوف اكشن، منطقي جدا انه احنا نلاقي ايجنت من اي جروب according to the normal neuromuscular function، من اول جروب ولا من الثاني؟ اي نديم؟ اذا بده يعمل ريلاكسيشن لازم يكون نون ديبولارايزنج ايجنت. يس، لازم يكون نون ديبولارايزنج ايجنت، يعني بيعمل عندي بلوك للنيكوتينيك ريسبتور، تمام؟ فبالتالي بيمنع عندي الاكشن بوتنشال، بروباجيشن اوف اكشن بوتنشال، بيعمل عندي البريفنشن للاسيتايلكولين اكشن. بس هلا رح نشوف كيف انه يعني كل شيء بيزيد عن حده بينقلب ضده. ممكن هاي نطبقها هذا المثل على الدي بولرايزنج ايجنت اللي هو ساكسينيل كولين اكشن، وكيف ان انا بقدر استفيد من هيك ايجنتس اني احصل على مصر ريلاكسيشن. فمش كل إشي زيادة ممكن هو يكون عن جد إله خلينا نحكي amplification بالإفكت بشكل إيجابي، يعني بحصل على more contraction بشكل أكتر. طيب non-depolarizing agent كيف بيشتغلوا؟ زي ما حكينا هم بيعملوا عندي بالlow concentrations، هم بيعملوا عندي blocking للnicotinic receptor، فبالتالي لما بيعملوا عندي block رح بيسكروا عندي ال binding sites اللي المفروض يرتبط فيه الacetylcholine، فبالتالي ما رح يصير في عندي opening لل channel، وبالتالي ما رح يصير في عندي دخول للصوديوم، وبهيك أنا سكرت عندي الaction potential وحصلت على relaxation purpose من هيك استخدامات لهيك medication. هلا بال very high dose او بال larger doses ممكن انه الاسيتايلكولين سوري هدول الايجنتس ممكن هم يفوتوا داخل التشانل، تمام؟ they can enter the pore of the ion channel،
وبالتالي بيكون في عندي more intense blockade. وبهاي الحالة ممكن إنه الانتيدوت اللي نستخدمها بالعادة to reverse the action of non-depolarizing agent ما تكون effective. تمام؟ ما تكون effective. من الاكشن او من الكونسيكونسز لهاي الجروب برايكم ايش لازم تكون طبيعه الانتيدوت؟ شو لازم تكون طبيعه الانتيدوت؟ يعني واحد بدي اشيل من اشيل ال بدي اسمح للاسبالكولين انه يشتغل. هاني دكتوره، هلا بما انه هو كومبتيتيف انهيبيتور فالمفروض نرفع تركيز الأسيتيلكولين. يس يس، ممتاز، صح. فكيف ممكن نرفع concentration of أسيتيلكولين؟ حنين، دكتورة، ممكن نعمل بلوك للإستيراز. هو مش بلوك، هو inhibition للإستيراز إنزيم. نعمل inhibition للكولين إستيراز إنزيم في agents من هاي الفئة مثلا النيوستيجمين، هو أشهرهم، بيعمل عندي inhibition للأستالكولين استيريز إنزيم، وبالتالي اللي هو مسؤول عن الديجريديشن of أستالكولين زي ما ذكرنا من شوي. فبالتالي لما هذا الإنزيم يصير له inhibition فبالتالي الأستالكولين concentration راح بيرتفع عندي، وبالتالي راح بيصير في عندي مجال للأستالكولين أكتر كconcentration ككمية وكمية وجود إنه to compete مع the blocking agent. بصير في عندي reversal للaction لهدول ال medications. في mechanism of action قرأتها بواحدة من the clinical studies إنه برضو بال very high doses من ال blocker agents ممكن إنهم يشتغلوا على هاي الصوديوم channel اللي هي اسمها pre-junctional sodium channel، بيعمل لها block، فبالتالي الاكشن بوتنشال اصلا مش رح يوصل لدرجه انه هو يحفز عندي الكالسيوم ويعمل عندي ريليزنج للاسيتايل كولين. بس انتم مطالبين بالميكانيزم اوف اكشن اللي موجودين عندكم بالسلايدز. هلا ايش في عندنا ايجنت من النون ديبولرايزنج بلاكر؟ هلا البروتوتايب ايجنت اللي هو دي توبوكورابين، طبعا هلا هو مش موجود، هو بروتوتايب يعني اول واحد اكتشف وصلنا واستخدم لهاي البيربس، بس حاليا لا هو مش موجود كلينيكالي. اجى بعديه ايجنتس مختلفين بيختلفوا بالستراكشر، في منهم فيها استيرويدز ان ذير ستراكشر وفي منها لا، بيختلفوا بالديوريشن اوف اكشن، بيختلفوا بالالمينيشن تايم، بيختلفوا بالالمينيشن باث واي، هل هو بيعتمد على الكدني او بيعتمد على الليفر او بيعتمد على التنين، بس بنسب مختلفه. هلا مثلا عندنا الاتراكيوريوم، هذا الايجنت حاليا برضه مش مستخدم لانه هو بيعمل عندي ميتابولايت، هذا الميتابولايت له excitatory effect، بيزيد عندي seizure tendency، فبالتالي بطل مستخدم. الالترناتيف لإله الايزومر منه اللي هو cis atracronium. من اشهر الايجنت المستخدمين اللي هو rocronium and vicurium، وبرضه البانكيوريوم برضه ممكن نعتبره من الايجنت اللي very popular to be used as part of non-depolarizing a blocking agents. هلا ك duration of action يعني مش بالساعات duration of action، بالminutes. ففي عنا agents ممكن انهم يطولوا اكثر من 35 دقيقه، فوقت هدول احنا الاكشن لهم اكثر من 35 دقيقه، فهدول احنا بنسميهم long acting non depolarizing agents. وفي عنا agents duration of action لهم اقل من 35 دقيقه بسموهم short to intermediate acting medication. طبعا short او intermediate بيعتمد على الريفرنس اللي انتم بتقراوه منه. فمثلا الكاتزانج ريفرنس اذا بتنتبهوا بتاني سلايد معتبر انها هي intermediate كونسبت not short acting، بريفرنس الثانية ممكن تلاقوها short acting. فاللي بدكم تعرفوه انه الكات بوينت تايم اللي هو 35 مينت،
أكثر من 35 منت بنسميه long acting، وأقل من 35 منت short or intermediate acting. هلا كل ما كان الايجنت ميتابولايزد عن طريق الليفر، كل ما كان الديوريشن اوف اكشن او الهاف لايف لإله اقل، على عكس الايجنتس ذات ار ميتابولايزد عن طريق الكدني بيكون ديوريشن اوف اكشن لإلهم اطول. بس هاي الأشياء المطلوب إنكم تعرفوها منهم كأجنتس، علاقة مثلاً الإلمينيشن أورجان مع ممكن duration of action، أشهر الأجنتس اللي المستخدمين، والبروتوتايب أجنتس، هدول هم المطلوبين منكم. هلأ بتلاحظوا بالأسماء في إشي مشترك ممكن يساعدكم إنه تميزوا الأجنتس، اللي هو ايش المشترك فيهم؟ ان الاسماء كلها ايش بتحتوي على كلوبيوم دكتوره كلوبيوم يس يس ف كيور خلينا نحكي هذا بيخلينا نميز انه هدول الايجنتس هم عباره عن نون دي بولرايزنج بلوكينج ايجنتس، هم اصلا موجودين بالمستشفيات مش بالكوميونتي فارماسي. هلا ننتقل عن لنحكي عن الديبولارايزنج بلوكينج دراج. في اي سؤال عن نون ديبولارايزنج ايجنت؟ طيب ديبولارايزنج بلوكينج دراجز، the only agents من هاي المجموعة اللي هو زي ما ذكرنا السكسينيل كولين، الأكشن له بيشبه الأسيتايل كولين بس بيختلف إنه هو له longer effect مقارنة مع الأسيتايل كولين. هلأ هو depolarizing blocking drug، فالمفروض إنه المين أكشن له يعمل عندي opening لـ channel، تمام؟ يعمل عندي opening لـ channel. هلا الاوبننج للشانل معناته الموتور ان دي بليت رح تضلها دائما بمرحله الديبولاريزيشن، بس الهيلثي كونتراكشن لازم تكون فيها الترنيشن ما بين ايش الديبولاريزيشن اند الريبولاريزيشن، يعني لازم دائما عشان الاكشن بوتنشال يضل شغال بشكل صحيح يصير في عندي زي ريبرايمينج، يصير في عندي ريبرايمينج يعني بلش من اول وجديد، يعني الجهاز اللي دائما عم بيكون شغال 24 ساعه بالنهايه يا بينحرق يا بيخرب ببطل شغال. اوكي طب ما هو مش صاير فيه شيء، هو موصول بالكهرباء واموره تمام، شو المشكله؟ لا هو ما اخذ مثلا خلينا نحكي فتره راحه، ما صار له ريبرايمينج يشتغل من اول وجديد، صار ممكن يكون في خلل بإعداداته. نفس الفكرة مع استخدام الديبولاريزنج بلوكينج دراج، كتير بنحتاج لموضوع الريبرايمينج أو الالترنيشن ما بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن عشان دائما يكون في عندي مسل كونتراكشن بشكل صحيح. بأول مرحلة من استخدام الديبولاريزنج بلوكينج ايجنت اللي هو بسموها الفيز 1، دائما بهذا الفيز رح بيكون في عندي continuous depolarization، بضل عندي الديبولاريزيشن موجود بشكل مستمر بحيث انه ما رح يصير في عندي ريسبونس لسبسيكوانت ستيمولاي او الامبولانس الامبلسز اللي رح توصل للموتور اند بليت، وبالتالي ما رح يصير في عندي بروفوجيشن اذا طول اكثر واكثر للاكشن بوتنشال، وهذا بخلينا ننتقل للفيز الثاني من الميكانيزم اوف اكشن للديبولاريزيشن او ديبولاريزنج بلوكينج دراجز، بحيث انه الـ continuous or prolonged exposure to succinylcholine او depolarizing agent راح
بينتهي مرحله الديبولاريزيشن لانه خلاص ببطل في قادر انه هو يستمر بمرحله الديبولاريزيشن بعد فتره هون خلينا نحكي جدا طويله. بعدين الممبرين راح تفوت بمرحله ريبولاريزيشن، بس هاي الريبولاريزيشن ستيب ما راح تكون خلينا نحكي يعني ما راح تكون السنسيتيفيتي للسبسيكوينت ديبولاريزيشن مظبوطه 100%. فالشانل ايش راح بتكون بمرحله ديسنسيتايزيشن، يعني استجابتها على الاغونست اكشن مره ثانيه وثالثه ورابعه ما راح تكون مثل شخص ما تعرض للساكسينيل كولين، وهذا الفيز بنسميه ديسنسيتايزيشن فيز. فزي كانها شانل بتكون تحت ايش؟ تحت تاثير الكلوجر، او زي كانها الشانل كلوزد مسكره، فبالتالي الفاينل اوتكم راح بيكون زي كانه الاكشن عباره عن استخدام ايجنت من النون دي بولارايزنج بلوكينج ايجنت. فالميكانيزم اوف اكشن للدي بولارايزنج بلوكينج دراجز بيتقسم انتو تو فيزز. فيز نمبر 1 اللي هو الشانل بتكون اندر كونتينوس دي بولارايزيشن، واحنا بنحتاج alternation ما بين depolarization و repolarization. فلما تكون دائما depolarized ما رح يصير في عندي response للimpulses للinputs اللي المفروض انها هي عم توصلها، ما رح تستجيب لانها ما ارتاحت. هلا ننتقل للفيز الثاني after prolonged exposure to agonist خلينا نحكي او للsuccinyl choline. بيحكوا لي انه the initial end plate depolarization decrease and the membrane become repolarized. بس هذا repolarization step ما راح تكون صحيحة أو مضبوطة 100%، بحيث إنه the membrane cannot easily be depolarized again because it is desensitized. فزي كأنها هاي channel موجودة under prolonged closed state. هذا الفيجر بيوضح عندي الميكانيزم اوف اكشن للديبولارايزنج بلوكينج دراج. فيز 1 بيكون عندي ساكسينيل كولين عم بيرتبط بالبايندينج سايتس. بالبدايه راح يصير في عندي ترانزيت فاسيكيليشن اللي هو خلينا نحكي سترونج فاسيكيليشن، سترونج ماسل كونتراكشن اند ريلاكسيشن فيري سترونج، وهيك ورا بعض بيكونوا. بعدين راح يصير في عندي فولود باي فلاسيد باراليسيس. Flaccid paralysis بما معناه relaxation of the muscle. Fasciculation and flaccid paralysis are terms مخصصين للمسل والسكيليتال مسل، لازم تكونوا بتعرفوهم. فراح يفوت عندي الصوديوم ف it will be maintained in depolarized state. هلا persistent depolarization مع الوقت راح تتحول ل repolarization، بس هاي repolarization ما رح تكون complete. ألو. رح نوصل لمرحلة desensitization. ألو. ألو. شو صوت؟ آه يعقوب. ألو. دكتورة سمعتني؟ سمعتك عم تحكي ألو. آه يعقوب. لا بس بتأكد إنه الصوت، لأنه كنت أحكي قبل شوي. بس لا أتأكد إنه الصوت واضح. طب يعني مستاهل إنك تقاطع المحاضرة يعقوب؟ الله يحقق علي دكتورة. لا أنا كنت آسف آسف دكتورة. فالفيز 2 فينا نعتبره desensitization phase، والفيز 1 اللي هي continuous depolarization phase. بالنسبة للأجنتس اللي هو الساكسينيل كولين the only agent موجود من ضمن هاي subgroup من neuromuscular blocking agents. في عنا هذا الفيجر بيوضح عندي الفرق لما يكون في عندي agonist على النيكوتينيك ريسبتور مقارنة مع وجود النون depolarizing blocking agents مقارنة مع depolarizing blocker. لما يكون في عندي agonist راح يوصل عندي الستيمولاي by binding of acetylcholine على البايندينج سايت، يصير في عندي opening للشانل
وراح يصير في عندي propagation of action potential. بدي أعمل relaxation لهاي المسل، either ممكن أعطي واحد من non depolarizing blocking agents فبالتالي ال channel will be closed فما راح يصير في عندي propagation of action potential، or راح نعطي depolarizing agents ما راح يصير في عندي ال alternation between depolarization and repolarization into two phases اللي هي phase 1 and phase 2. phase 1 depolarization continuous prolonged، phase 2 اللي هي عبارة عن desensitization بتكون channel بموضع repolarization according to charge بس ما رح تكون عم تستجيب للdepolarization بشكل صحيح. طيب حابة أحكي لكم يعني أعطيكم هيك clinical scenario وأشوف فهمكم للميكانيزم of action إيش ممكن يصير لما نعمل co-administration of مثلاً depolarization مع non-depolarizing agents. تحبوا هاي المحاضرة ولا المحاضرة جاي تكونوا دارسين المحاضرة مزبوط بتقدروا تجاوبوني؟ يعني حاب أعطيكم مثلاً بفيز 1 succinyl choline مع تيبوكورارين إيش ممكن يصير عندي بفيز 1؟ إيش ممكن يصير في عندي بفيز 2؟ ففيها شوية فهم للميكانيزم في أكشن. فيش أي response. طيب أنا بسألكم هلأ لو أعطينا two non-depolarizing agent، two non-depolarizing agent مثلا raw chromium and tipecuronium، إيش رح بيكون الأكشن أو الميكانيزم of action؟ إيش رح بتصير فيها؟ antagonistic effect ولا additive effect؟ رح بيزيد الأكشن، رح بيزيد الريلاكسيشن، أو رح بيقل برأيكم؟ آي عقوب دكتور أكيد إنه رح يزيد، بيصير الجرعة دبل سترونج، رح يزيد هيك أعتقد. يس رح يكون الأكشن أديتيف، تمام؟ رح يكون الأكشن أديتيف. طيب إذا أعطينا نون ديبولرايزنج إيجنت مع succinyl choline مع depolarizing agent، إيش رح بيكون عندي الفارماكودايناميك إفكت؟ نديم ممكن بالفيز 1 يكون antagonist بس لما نوصل الفيز 2 يكون agonist. إحنا بنحكي عن يعني عم نحكي عن الميكانيزم of action of non-depolarizing agent. أنا مريض أعطيته non-depolarizing agent وبعدين أعطيته بعد هيك succinyl choline. الميكانيزم of action of non-depolarizing agent إيش رح بيصير فيها؟ رح تقل antagonist. Yes. Antagonistic effect. مظبوط antagonistic effect. طيب إذا أعطيت non-depolarizing agent with neostigmine، نيوستيجمين اللي هو قلنا عنه هلا قبل شوي كولين استريز انهبيتر، كولين استريز انهبيتر، شو رح يكون الافكت؟ رامي الدكتورة بيخربوا على بعض. يس برضه رح يكون في عندي انتاغونستيك افكت، تمام؟ antagonistic effect. طيب هلا لو كان المريض نعطاله succinyl choline، تمام؟ succinyl choline اللي هو depolarizing agent ورجعت اعطيته واحد من non depolarizing agent،
شو رح يكون الإفكت of the administration of non-depolarizing agent على الفيز 1 of the mechanism of action of succinylcholine؟ هل رح تضلها الشانل in a depolarizing state؟ يعقوب؟ دكتورة رح يقلل من مدته. Yes. إله antagonistic effect. تمام؟ antagonistic effect. طيب لو أعطيت 2 succinylcholine، يعني أعطيت جرعة إضافية من succinylcholine، شو رح يكون الإفكت على الفيز 1 of the mechanism of action؟ يعقوب؟ دكتور antagonist رح يصير. لا كيف؟ نناتهم succinylcholine. مرة ثانية تكرر السؤال. succinylcholine already، هو المريض كان administering succinylcholine ورجعت أعطيته succinylcholine كمان مرة، إيش رح يكون الإفكت؟ بتزيد المضاعف، بصير أقوى. ما بدنا نحدد synergistic effect أو إنه أقوى أو أقل، ما إحنا ما بنعرف قد إيه رح يكون أقوى، بس رح يكون يعني أنا هيك بعرفها، هيك بتعرفني agonist مو يعني agonist effect. لما agonist. تحكي لي synergistic effect يعني دبل، تمام؟ additive effect يعني واحد زائد واحد، يعني في إضافة بس مش عارفين قد ايه الإضافة. augmented effect في زيادة بالإفكت بس برضو مش معروفة قد ايه، فما تحددوا يعني ما تحددوا لي هو synergism ولا مش synergism، راح يكون الإفكت بزيادة، خلينا نحكي بهاي الطريقة. طيب succinylcholine مع نيوستيجمين، نيوستيجمين برجع بحكي هو كولين استريز انهبيتر، شو تأثيره رح يكون على فيز 1؟ رامي أغنس؟ يس رح يزيد، يعني أنا بالتالي يعني هو سكسن الكولين أعطيته استالكولين اللي هو موجود نورمالي، يعني صار في عندي استالكولين زيادة فرح يصير في عندي أغمانتد إفكت. طيب على فيز 2 لو أعطيت نون دي بولارايزنج ايجنت، نون دي بولارايزنج ايجنت شو رح يكون؟ يعني كان المريض already ماخذ succinylcholine وهلأ انتقل لفيز 2 of the mechanism of action وعطيته non-depolarizing agent. أي نديم؟ agonist. Yes agonist، هو أصلا بيكون بمرحلة repolarization بس مش كاملة 100%. أنا لما أعطي non-depolarizing agent راح أحصل على agonist effect. طيب إذا أعطيت كولين استريز انهبيتر شو رح يكون تأثيره على الفيز 2؟ يعقوب ترى انتاغونست؟ يس انتاغونستيك افكت، مظبوط انتاغونستيك افكت. طيب succinylcholine وsuccinylcholine جت عطيت كمان جرعة، ايش رح بصير؟ يعقوب دبل سترونج افكت، اوجمنتد افكت. تمام اوجمنتد افكت، اوجمنتد افكت. فاذا انتم كنتوا فاهمين الميكانيزم اوف اكشن، موضوع الافكت اوف ذوز كومبينيشن وكيف رح بصير الاستجابه المرضى على التريتمنت رح بيكون سهل عليكم، فبدكم ترجعوا تشوفوا تدرسوا الميكانيزم اوف اكشن عشان تقدروا تفهموا الاستخدامات هيك ميديكيشن والفارماكوداينميك افكت اكوردنج تو ميكانيزم اوف اكشن. طيب المحاضرة الجاي رح نحكي عن الريفرسال اوف نيوروماسكولار بلوكينج افكت والسايد افكت اللي رح تنتج عنها، ورح نحكي عن السبازمولاتيك ايجنت. في أي سؤال؟